الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قراءة القرآن، قال رحمه الله تعالى: قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وهذا حديث عظيم فيه جواز الحسد في هذين الأمرين، والحسد هنا بمعنى الغبطة، لأن الحسد قد يأتي بمعنى زوال، تمني زوال النعمة عن الغير، ويأتي بمعنى تمني النعمة التي عند الغير مع عدم زوالها عنه. وهذا هو المراد في هذا الحديث، الحسد هنا بمعنى الغبطة، يعني لا يغبط إلا من كان متصفا بهاتين الصفتين العظيمتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي الحديث الآخر: لا حسد في اثنتين، وذكر في الثاني: ورجل أتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويقضي بها، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحسد بمعنى الغبطة، أنه يغبط على ما هو فيه من الخير العظيم. والمسلم إذا صلحت نيته وإن لم يكن عنده ما عند غيره من الخير فإنه يؤجر على ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فهم في الأجر سواء، وفي الثاني قال: وهم في الوزر سواء. فالمسلم إذا لم يبلغ العمل بنفسه ولم يستطع أن يصل إليه وكانت نيته صالحة فإن الله عز وجل يكتب له الأجر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، الرجل الأول أتاه الله القرآن وهو أعظم ما يؤتاه المرء بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يؤتى هذا القرآن العظيم، أن يؤتى هذا القرآن ويخص به. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة مدح أهل القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبين الله سبحانه وتعالى أن إتيان القرآن منه سبحانه وتعالى الصفاء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهو اصطفاء واختيار وفضيلة وفضل، ولكن من أوتي هذا القرآن على الوجه الصحيح بأن قام به آناء الليل وآناء النهار، ومعنى القيام هنا يشمل القيام بكل أنواعه، بأن يعمل به ويتفهمه ويتدبره، وأن يتلو حق تلاوته، وأن يقوم به في الصلاة. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لحامل القرآن أن يكون له حظ من القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني هذه إشارة أنك يا صاحب القرآن قم بهذا القرآن. ولذلك قال سبحانه وتعالى في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لأن صلاة الليل قراءة قرآن. فلذلك على المسلم أيا كان هذا المسلم من حمله للقرآن كثيرا أو قليلا فليقم بما عنده من القرآن ليكون له حظ من قيام الليل، وكلما استزاد المسلم كان ذلك خيرا له. وإن لم يكن حافظا للقرآن وليس عنده حفظ فليقم من الليل ولو بالقراءة من المصحف، ولا يوجد أحد ليس عنده شيء من القرآن إلا المفرط. فالمسلم أقل الأحوال يكون عنده قصار السور، عنده الفاتحة، فبعضهم يكرر هذه الآيات التي يحفظها في صلاة الليل فيقوم الساعة والساعتين بما يحفظ من القليل. لذلك على المسلم أن يعتني بهذا الأمر عناية عظيمة حتى يكون في هذا الحديث، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.
قال: ورجل أتاه الله مالا، عنده مال وفير، ولكن أين يستعمله؟ قال: فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. ينفقه في ماذا؟ ينفقه في سبيل الله، ينفقه في سبيل الله. وسبيل الله سبحانه وتعالى كل وجوه الخير تسمى سبيل الله، فينفق في الصدقات للفقراء والمساكين، في إقامة مشاريع، في إقامة الأوقاف، في بناء المساجد، في إقامة الحلق، في تعليم القرآن، في كل أبواب الخير، فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. فهذا الذي يحسد، والحسد على هذا خاصة صاحب المال حسد في محله. وذلك لماذا؟ لأن غالب من يملكون المال، الغالب أنهم لا يستعملونه في طاعة الله، هذا هو الغالب. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا هو الأصل، أن المال يطغي، فمن استعمل هذا المال في طاعة الله فهذا مغبوط ومحسود. فلذلك المسلم إذا امتلك مالا وخيرا فلينفق في سبيل الله قدر المستطاع، لا يقتر ولا يكون مسرفا حتى في إنفاقه في وجوه الخير، فيكون معتدلا، لا يكون مبذرا ومسرفا، ولا يكون أيضا مقترا. وأيضا في صرفه للمال في وجوه الخير لا يغلو ولا يجفو، يكون وسطا، ولكن هذا الوسط يكون بحسب الشريعة وبحسب المال. فمن عنده مال كثير ليس كمن عنده دون هذا المال، وهكذا. فالإنفاق في سبيل الله كل بحسبه. فهذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حسد إلا في هذين الأمرين، في حامل القرآن الذي يعمل به ويقوم به، وفي صاحب المال الذي ينفقه في سبيل الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح، أي البراء بن عازب رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. وهذا حديث عظيم فيه أن السكينة تنزل حقيقة ولكن لا يراها المؤمن، ولكن من كرمات البراء بن عازب رضي الله عنه التي أكرمه الله عز وجل بها أنه رأى هذه السكينة وهي تنزل عليه، حتى أن الفرس الذي عنده قامت تضطرب وتنفر. فالسكينة تنزل كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهي لا ترى بالعين المجردة، ولكن البراء بن عازب أراه الله سبحانه وتعالى هذه السكينة وهي تتنزل عليه على شكل سحابة، فجعلت تظله رضي الله عنه وأرضاه. وهذه من الكرامات، والكرامات يأخذها الأولياء، وليس كل ولي تكون له كرامة، ولكن الكرامة لا تكون إلا للأولياء. ليس كل ولي له كرامة، ولكن الكرامات لا تكون إلا للأولياء، يعني لا يشترط في الولاية أن تكون له كرامة، لكن الكرامة إذا وقعت ما تقع إلا لولي. وهذه الأحوال تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول الآيات، والتي تسمى بالمعجزات وتسميتها بالآيات أولى، وهي تكون للأنبياء والمرسلين كعصا موسى، وكالقرآن العظيم الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وككثرة الماء بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه، كل هذه آيات. والقسم الثاني الكرامات، وهي تقع للأولياء، هي كلها أمور خارقة للعادة، كما وقع لمريم كما ذكر الله عز وجل عنها في القرآن أنه يتنزل عليها الرزق في محرابها، وكما حصل لأهل الكهف. كل هذه من كرامات الأولياء. والحالة الثالثة الأحوال الشيطانية، والأحوال الشيطانية هي الأمور الخارقة للعادة ويفعلها غير ولي،
يفعلها المشعوذين والدجالين، كما نراها اليوم في الألعاب التي يسمونها ألعاب السيرك وغيرها من الألعاب، كل هذه أحوال شيطانية، يأكل الزجاج ويمشي على النار وينام فوق المسامير، كل هذه أحوال شيطانية وكلها أمور تخيلية من سحر التخيل والشعوذة. والحالة الرابعة ما يجريه الله عز وجل على الكذاب حتى يرى الناس كذبة، وهذه يعني حصلت لمسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة وجاءه قومه قالوا إن الماء قد غارت إلا قليلا، فنريد منك أن تفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمج في الماء فيكثر، فقالوا برك لنا هذا الماء يعني كثره لنا، فما كان مسيلم الكذاب إلا أن مج في هذا البئر، مج فيه من فمه حتى يتكاثر، يريد أن يفعل كما يفعل الأنبياء والمرسلون الذين لا يفعلون هذا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلما فعل هذا غارت الماء كلها، فأظهر الله عز وجل كذبه أمام الناس، وهذه من الأحوال الخارقة لكنها من أجل التكذيب للمبطلين والكذابين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.